حياكم الله من جديد متابعي ومشاهدي قناة سامرة الفضائية ببرنامجنا برنامج استراحة الظهيرة. راح أكون وياكم على مدى ساعة من الوقت بفقراتنا المنوعة وأكيد خطارنا ببرنامج استراحة الظهيرة. نبدأ لكم بأول فقرة من برنامجنا، فقرة رأيك مهم. فقرة رأيك مهم اليوم حنتحدث عن المهارات والطاقات الشبابية للطلاب بالمدارس الحكومية والأهلية. اليوم كثير من الطلاب بالمراحل المتقدمة من الصف الخامس ابتدائي إلى الصف السادس متوسط، اليوم هيك طلاب عندهم مهارات وطاقات شبابية، من ضمنها الرسم، من ضمنها العزف، من ضمنها يسوون شغلات مختبرية ويسوون فد آلات نشوفها عجيبة اللي هي كهربائية. لكن اليوم هيك شباب وهيك طلاب عندهم هيك مهارات، المفروض احنا نستثمرهم. المفروض وزارة التربية والكادر التدريسي والتربية تهتم بهيك طلاب، تستثمرهم، تركز عليهم، تحفزهم. اليوم بعض من المدارس حتى ما نجمع كل المدارس، البعض لو نلاحظ انه الاساتذة ما يهتمون لهيك امور، واكو نسبة 80 الى 90% نشوف الاساتذة يعلموهم ويطوروهم، بالذات معلم التربية الفنية وبالذات مادة الرياضيات. مادة الرياضيات هي مادة مختبرية، مادة مختبرية، فنلاحظ يكون اكو مختبر جاهز بالمدارس الحكومية ببغداد، بمراكز بغداد، والمدارس الأهلية، المدارس الأهلية مركزين عليها أكثر شيء، نشوف أكو قاعات مهيئة ومرتبة بالمختبرات اللي موجودة، فنشوف اليوم أكو تركيز عليها. بعض من المدارس بأطراف بغداد هي المدارس كلها متهالكة والمدارس كلها منتهية وما عندهم قاعات، نشوفها قاعات جميلة وراقية بسبب الإهمال الموجود بمدارس الأطراف اللي موجودة ببغداد. لكن لو اليوم اكو اهتمام من قبل وزارة التربية وشوف هيك طاقات، رغم انه الاطراف اللي موجودة والطلاب الموجودين باطراف بغداد اكو طلاب عندهم الطاقات وعندهم المواهب، لكن ما حد مركز عليهم، ما حد يتجول عليهم. لو يزورهم المشرف خلال كل 15 يوم الى شهر لو ماكو اصلا، زين ليش؟ اليوم هيك شباب وهيك طاقات لو نلاحظهم بكثير من المهرجانات السنوية اللي قاعد تصير بقسم الإعداد والتدريب والنشاط الرياضي والنشاط الفني، نشوف هيك مهرجانات سنوية تصير، كل الطلاب يعرضون أعمالهم الفنية والمختبرية حتى في سبيل يشوفون هاي الطاقات الشبابية، يشوفون هاي الطاقات الشبابية اللي عند الطلاب إذا كانوا ذكور أو إناث. ذكور أو إناث، خلي شوية نركز على المدارس اللي موجودة، خلي شوية نطور من المدارس، خلي شوية نطور من القاعات ونهيئها ونرتبها ونحافظ عليها. اليوم كل مدرسة موجود بها دوام ثلاثي، دوام ثلاثي من ساعة 8 دوام الأول، من ساعة 8 إلى الساعة 11. الطالب هنا أو الكادر التدريسي إيش وقت راح يقدر يعلم الطالب ويكسب الموهبة مالته أو الخبرة اللي عنده؟ ايش قد راح يكون؟ 3 ساعات يدرسون، وراها يبدي من ساعة 11 إلى ساعة 2، ومن ساعة 2 إلى ساعة 5. طبعا هاي بعض المدارس الموجودة بأطراف بغداد بسبب التهالك الموجودة والانهيار اللي موجود بعض من المدارس. خلي اليوم يكون اكو صرف، خلي اليوم يكون اكو ميزانية لهاي المدارس. لو فقط التركيز موجود على المدارس الموجودة بمركز بغداد والمدارس الأهلية والروضات الأهلية. أنا انبهرت، كان عندي معرض ورحت لهذا المعرض باسم أنه أنا معلم، فرحت لهذا المعرض بالنشاط الرياضي، شفت أكو طلاب من مدارس بغداد، والله انبهرت بيهم، انبهرت بالأعمال اللي قدموها، انبهرت بالنشاطات اللي سووها والأعمال الفنية اللي سووها. لكن مجرد أعطوهم خلص كتاب شكر للطلاب وراحوا. يا أخي استثمر هذا الطالب، ركز على هذا الطالب، سوي له حافز. انت اوكي اعطيته كتاب الشكر خلاص، ها هي، او اعطيته الشهادة التقديرية وخلاص، عفته، هملته. شوية خلي يكون اكو اهتمام
بالتعليم بالدراسة. لحدث اليوم الدراسة المنهج كله تغير، صار أكو صعوبة عند كثير من الطلاب بالمراحل الأولية من الصف الأول ابتدائي والصف الثاني ابتدائي والثالث، يقول لك المنهج علينا صعب، المنهج علينا صعب. يجي الصيف، هسه احنا بالصيف حاليا ونشوف بعض المدارس ما مهيئة ولا مكيفة، مفروض أكو قاعات مهيئة، قاعات مختبرية، قاعات لقسم الفنية والقسم الرياضة والقسم العلوم والمختبر الموجود حتى نحفزهم ونشوف أعمالهم وطاقاتهم الشبابية. طبعا احنا عندنا استطلاع من صلاح الدين عن هذا الموضوع، وحتشوفون هاي النشاطات اللي موجودة بالمدارس والمواهب عند الشباب والبنات. خلينا نشوف هذا الاستطلاع من بعد نرجع نعلق لكم على هذا الموضوع. القنوات المتفوقين من شاركنا باول جهاز بصمه الكترونيه مدرسه حكوميه احنا القنوات المتفوقين للبنية تاسست سنه 2018. هذا اول جهاز بصمه الكترونيه. ثاني جهاز عندنا جهاز استشعار حركه ثنائي الحركه، يقيس عندنا الغاز ودرجه الحراره. ثالث جهاز هنا توليد من الطاقه المغناطيسيه طاقه كهربائيه. عندنا رابعا جهاز هنا مفاعل كهربائي مغناطيسي تقوم على توليد الطاقة الحركية عن طريق استخدام مغناطيس ومحرك الدينامو، ويعتبر نسخة مصغرة من المفاعلات النووية التي تستخدم المجال المغناطيسي القوي. هنا عندنا تقنية التسخين الأومي. هنا عندنا جهاز رادار يستشعر على الحرارة، ممكن يقيس لنا الأجسام الغريبة والأجسام البعيدة، ممكن يفيد في حفظ الحدود. عندنا هنا جهاز نظام أمني، ممكن نظام أمني متكامل، أو عندنا هاي بوابة أمنية كاملة. عندنا هنا ضمن مشاريع الكيمياء جهاز تقطير كامل للمياه لتنقية مياه البحر. جهاز الرنين كتصميم مجسم، جهاز الرنين المغناطيسي اللي من خلاله يتم تدخيل حاليا الانسان المريض يدخل بهاي الطريقه الى جهاز الرنين. عندنا بعد هذا بالنسبه لجهاز الرنين، عندنا الجهاز البولي. هي كفكره فقط تصميم لجهاز الرنين، يعني هي كفكره هي بس احنا سوينا التصميم ولكن هاند ميد، انه صنعناه بايدينا، سويناه باستخدام الفلين وباستخدام دمى الاطفال وباستخدام المجلدات وباستخدام ايضا الاسفنج. عندنا ايضا الجهاز البولي اللي استخدمنا به الطين الاصطناعي، وايضا استخدمنا به الاسفنج. ايضا عندنا تصميم البراميسيوم اللي سويناه ايضا هاند ميد باستخدام الفلين. هو عبارة عن رادار مصنوع من الأردوينو، يعني باستخدام الأردوينو. هو يتكون هذا الجهاز من 6 قطع أساسية الأردوينو، أو مثل ما نقول وحدة السيطرة والتحكم، والبريد بورد زين اللي يحتربط بها جميع الأسلاك، وإضافة إلى الأسلاك من نوعين الميل تو ميل والفيميل تو ميل، إضافة إلى السيرفو موتور والألتراسونيك اللي هو مستشعر، كذلك الـ LCD الذي يعني هم يعرض هنا. نعم بس ما الفائدة من هذا الجهاز اليوم؟ الفائدة على سبيل المثال والخاص بهذا المشروع هو أن يستعمل في يعني القوات والجيش، مثل أنه يستعمل لتحديد العدو أو الطائرات الأعداء زين، باستخدام الطاقة الحرارية زين. فمثل ما نرى انه يحدد بالطاقة الحرارية، وإضافة الى انه هسه هذا المستعمله يصل 40 سنتيمتر، يعني تقريبا 100 متر، ولكن عندي هذا يصل 4.5 متر. الفكرة حتى نسوي يعني
طبعا هو هذا يمثل لي مجسم بسيط للانفجار النووي حتى العالم تعرف شكله، لان يعني لا سمح الله اذا بيوم من الايام شفنا شكله يعني حتى نكون يعني لا يا ستار، بس قصدي يعني حتى نكون عارفين الفكره وفاهمين المجسم. وطبعا هي سموها سحابه الفطر كون شكلها يشبه الفطر. الغايه منها طبعا يعني اذكرهم بقنبله هيروشيما، البارحه شفت عليها يعني شلون نقول فكره الها وشلون العالم تاثروا بيها وحتى انها اثرت على صحتهم، فتاذكرهم بهذه الحادثه اللي صارت، وبنفس الوقت يعني هو مجسم بسيط الها. ثانويات المتفوقات للبنين مثل ما شفتوا هاي المدرسة وشفتوا هذول الطلاب، الطلاب يمكن صف ثالث أو سادس الصفوف الموجودين عندهم الطاقات الشبابية، لكن اليوم المفروض هاي كل الوسائل الموجودة هي وسائل توضيحية وسائل تعليمية، أنه اليوم كل الكادر التدريسي وقفوا وياهم أنه صاعدهم الحافز، صاعدهم النشاط القوي، المفروض من قبل وزارة التربية والتربيات الموجودة بمحافظات العراقية بمحافظة صلاح الدين وأكيد حتى في بغداد مفروض أن تستثمرون هاي الطاقات اللي موجودة عند كثير من البنات والشباب. هاي كلها قطع غيار، هاي القطع الغيار حبوا أنه يستفادون من عندها ويطوروها ويسوون هاي الأعمال التوضيحية والوسائل اللي موجودة. يعني اليوم أي أستاذ أو أي معلم من يدخل لي الدرس مالته يجيب لهم هاي الوسيلة ويوضح لهم هاي الوسيلة ويعرفون شلون يشتغلوها. خلي تكون بالبداية هي صعوبة لهم، لكن ما معقولة انه اليوم اللي ولد واجى للدنيا بليلة ويوم راح يمشي، مستحيل. لكن خلي اليوم باية باية يبدي يتعلم من قطعة الى قطعة الى قطعة الى اخرة حتى يقدر يبني هاي الوسيلة التعليمية او التوضيحية حتى يستفادون من عدها. فاني وياكم بدعم هذا الموضوع، واني داعمكم بهذا الموضوع على كثير من المدارس الموجوده بجميع المحافظات العراقيه ومحافظه صلاح الدين. نتمنى انه هاي رسالتنا توصل بعد ما شفتوا هذا الاستطلاع او هاي الجوله على هاي المدرسه وهيجوا طلاب عندهم المهارات والطاقات الشبابيه. فنتمنى من قبل وزاره التربيه انه تتحرك على هذا الموضوع وتهيئ قاعات يعني قاعات مهيئه للطلاب مكيفة إلى الطلاب حتى يقدرون يستفادون من عندهم بهيج طاقات شبابية. وبالذات احنا دخلنا هسه مثل ما تعرفون فصل الصيف، كهرباء ماكو، احنا تأذى موضوع الكهرباء ورمضان على الأبواب، فنتمنى انه تكون لهم مولدة خاصة بالمدارس، مكيفات. هسه عم يجيبون مكيف، جيبوا مبردات، حطوا بنكات، هم قابلين، بس تكون القاعة مهيئة، القاعة مكيفة. يعني تريدون من الكادر التدريسي نسب للنجاح. زين الطالب من يجي ويدخل لهاي القاعة وتريدون من عنده أعمال، تريدون من عنده نشاطات، ويشوف القاعة حارة ما مكيفة، حتى ما عنده واهس راح يعطي الدرس حقه، وما عنده واهس أنه اليوم يوضح العمل مالته إلى الأستاذ. طبعا مشاهدينا الكرام هاي كانت فقرتنا، هي فقرة رأيك مهم. حناخذكم إلى فاصل وبعدها حيكون وياكم ضيف ويانا. حياكم الله من جديد متابعي ومشاهدي قناة سامرة الفضائية. أكيد اليوم خطرنا وضيفنا في الاستوديو سلمان كريم، رسام سينمائي ونحات. حياك الله سلمان، نورتنا اليوم. الله يخليك. الحمد لله. شلونك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله وشكرا للاستضافة. حياك الله. سلمان خلينا نبدي بموضوع العمل اللي اشتغلته اللي هي هاي اللوحة اللي هسه قبالي. موضوع قطع الغيار مال الكيبورد. وقت انجزت هذا العمل وشنو اللي اوحاك تشتغل هذا العمل وشلون بديت به وش قد استغرق عندك هذا العمل؟ هو بالبدايه يعني كل واحد يبحث عن تميز، دائما اقوله، فانه تلقى طريقه جديده انه ترسم بيها او تعبر عن فن معين. هي بدايتي كانت انه شلون اخذ الماده او اخذ الموضوع انه ارسم او اسوي. فحبيت انه اقول تحرك اشياء او شيء من هذا القبيل. فاكو الرسم التقليدي اللي نعرفه احنا، فقلت ليش ما نغير الماده، او مو بس نغير الماده، نغير الماده نرسم عليها ايضا. فجت فكره البكسل،
اكو ناس اشتغلتها جدا قليل باوروبا يعني، بس بطرق معينه. انا يعني احاول انه اكون منفرد او اكون طابع خاص، يعني يكون طابع خاص بالرسم. فبديت اجيب اشياء غريبه واعيد تشكيلها، مثل هسه هذه نحكي عليها على الكيبورد، هذه دقمار كيبورد، فمسوين يعني مؤسس مايك من احد مؤسسين مايكروسوفت ستيف جوبز، فنخليه بطابعه يعني. فانا عندي ايضا لوحات، مثلا لفان كوخ مثلا عندي بسامير فقط يعني، هذه يعني اتمنى ادخل بها موسوعه جينيس، اكثر من 16,000 بسمار انا داق باللوحه. حلو. اي فهي انه نبعد عن الطابع التقليدي او الفن التقليدي اللي نشوفه من الرسم. فهي لازم نقول، دائما اقول لازم كل فنان يكون مميز، يكون مميز شلون ياخذ الخامه وشلون ياخذ الموضوع، ايضا موضوع ينقله الى الى يعني الى اتجاه ثاني. وايضا يعني هاي تاخذ وقت، لان هذا تدخل مو بس بيه رسم، يدخل بيها رسم ايضا، يدخل بيها تخطيط، يدخل بيها ايضا شلون تقوم تشتغل هذا، تشتغل العمل. راح تكون عندك مصاعب باللزق، ممكن شلون تلصق المنتج، شلون ممكن الصبغه، ممكن الصبغ ما يوالم السطح اللي انت ترسم عليه، فتحديات هواي راح تجيك وانت ترسم، ولازم انت شلون تقول تتخطاها الوحده وحده وانت باللوحه. هي هاي الجماليه تطول يعني اشهر يعني. زين سلمان، بعد انت ما اشتغلت هذا العمل اللي موجود هسه امامي اللي هو بقطع الغيار الموجوده اللي الكيبورد، ايش قد استغرق عندك العمل؟ وبعد ما كملت العمل من عرضه بمواقع التواصل الاجتماعي بصفحاتك، ردود الافعال من الناس شنو كانت؟ هو انا دائما اقول حلاوه العمل يكون متعب، هو لين مو طبيعي، او الخامات مرات حتى تكون صعبه، انه تلقى الكيبوردات القياسات المعينه اللي انت محتاجها. يمكن اكو كيبوردات عادي يعني، بس مو بالاحجام اللي انت تريدها، فممكن يعني تتواصل ل 15 يوم انت بس تكون تجمع بس الكيبوردات واكثر يعني، هاي بس تجميع فقط يعني، بعدك انت ما مشلع، بعدك ملازق. فممكن يعني هسه هاي اللوحه تقريبا طالت عندي شهرين، شهرين يلا انجزتها، شهرين يلا انجزتها، بس مو متواصله، بس يعني تقريبا انا 15 يوم، فوق 15 يوم انا تلقاني بالميدان ادور كيبوردات لان اكو قياسات معينه ودقم معينه بابعاد معينه لازم تكون يعني باللوحه. فالتدوير انا اعتقد هي بس كنت تجميعة الماده شويه صعبه، يعني عندي لوحات مثلا من اعواد الماسحه، عندي لوحات من اقباق مال سبورت لايت، فالمادات مختلفه يعني. فهو انا اشوف التعب انه تلقى الماده اصلا يعني، تلقى الماده متوفره. هذا شيء حلو، انت اليوم الاغلب تكون مو متوفره. شيء حلو انت اليوم استغليت هاي الموهبه اللي عندك وبديت تطورها، لكن اليوم هاي الاعمال راح تقدر تشارك بها؟ شاركت بها هذا العمل رغم انت قلت عندي 16,000 بسمار. بسمار اي. زين هذا العمل شاركت به، انجزت هذا العمل اللي هو بالخيوط وما انجزته بعد؟ لا، هو انا رسمته فقط بالمسامير يعني، فقط رسمته، فقط مسامير يعني، بدون خيوط يعني. 16,000 بسمار بلوحه كامله متعدة تقريبا 45 ب 50 سنتيمتر بهذا الصغر، كلها بسعامل. ما ان شاء الله اكيد ما قدرت اجيبها، انا اللي ثقيله ثقيله كلش. زين شاركت بيها؟ اي شاركت، اخذت المركز الاول على كان معرض نادي الصيد، اخذت المركز الاول. لا الناس تحب هيك شيء صراحه، ارضوا يعني عليك انه يشترون هذا العمل؟ اي اكو هيك، بس انا لقله الاعمال اللي جاي اسويها، لان الوقت راد لها يعني. انا بالسنه اذا تعدني انا مسوي لي اربع اعمال، ثلاث اعمال بالسنه يعني، كأعمال ضخمة أربع أعمال خمس أعمال، من عند الأعمال البسيطة هذه اللي ممكن تكمل يوم يومين، بس الأعمال الكبيرة يعني أنا أسوي بالسنة خمس أعمال يعني، إذا صرت خمس أعمال يعني شيء يعني مضبوط. فيعني هسه أنا عندي لوحة جاي أشتغل بيها يعني، جاي أجمع بيها، هي أيضا من الوايرات هاي، الوايرات مالتنا التسليك مال السحب أو هاي صرفنا الوايرات. هذا شيء حلو. اي فنسوي اللوحات بشكل مختلف يعني، قلت لك هي هذا الطابع، انه ليش انت عندك قالب واحد ممكن تشتغل عليه، لا ليش ما تغير قالبك، ليش ما تغيره، ليش ما تروح لغير جهه ثانيه مثلا. وهذا اللي اعتمد هذا الفن، انه تروح لتشوفه لون فقط، وهذا اعتماد مهم جدا، تفصيل اكيد الفنان يعرفه، انه انا ما اجي ارسم تفاصيل يعني. الكيبورد الدقمه لون فقط، ما ارسم عين، انا ارسم لون. ف
واللون اليمه كل ما تبتعد راح تشوف اللون، راح تشوف العين كامله، ما راس انت تفاصيل العين. فهي يسموه بيكسل، جدا قليل بالوطن العربي وجدا الناس يعني جاي تستخدمه. بس هو حلو انه واحد يتعب، انا اقول لازم واحد يتعب، الفنان لازم يتعب ويشوف ماده جديده يسويها. هو اصلا يعني استمتاع بحد ذاته الشخصه يعني، مو انا هيك انه الناس تحب هيك شيء. الناس انا اشوف وايد جاي تجاوب. سلمان يعني. انت مو اكاديمي؟ لا مو اكاديمي، فطره هاي صارت. ايه فطره، وهذا شيء ايجابي، انا اشوف شيء ايجابي. تخلي طبعا يعني لو ما درست فن، انا لو مثلا دارس فن، لو دارس اكاديميا ممكن صعب اروح انا ذيك اماكن اللي انا ما قاريها، انه انا راح اخلص وقتي هواي، انه انا يلا اطلع بالاكاديميه يلا اروح عن المادات هذه الجايه نشوفها. المعروف كذلك زيتي فحم نعرفها نشوفها، بس انه تروح تاخذ منحنى ثاني وانت اكاديمي شويه صعب يعني. اكو ناس اتجهت لهذا الشيء بس ناس قله، فانا كل مرات زين انه انا مو اكاديمي. نعوف الاعمال الضخمه اللي هي بالسنه تطي اربع اعمال تجي على اعمال صغيره اللي بالصابون والخشب، الاعمال بالصابون الموجوده هسه حاليا. اي هذه ملعب النخله، وهذا ايضا منحوته ايضا يعني. هذا ملعب النخله. هذا ملعب النخله اي، انا مرات اسوي عمل مرات اصبغه اسوي بالالوان العاديه، الوان ممكن الملعب كامل ابيض وكما موجود بالحقيقه، بس بعدين انا اسويه بشكل يعني برونزي. مرات لين عندهم طول عمره. تلون بصبغ الاظافر؟ اي لا كل اصباغ يعني اصباغ خاصه. اللي هي الاكريليك؟ الاكريليك، مرات زيتي، مرات يعني احاول انه امزج لونين بلونين على مود يكون قوه له، مو هي مشكله يعني. ايش قد كم عمل مشتغل من هاي المنحوتات الصغيره؟ لا هيك منحوتات هواي اقدر اشتغل يعني باليوم. كم عمل اداء على الصابون؟ خلينا نقول الصابون. يعني انا اربع ساعات يلا يكمل العمل، يعني ليش شوف صابون يعني اربع ساعات ينجز هاي الصابون الصغيره اربع ساعات؟ صابون صغيره ليش؟ لان سهل ممتنع، لان كل ما يكون المنتج او الخامل بيدك طريه ممكن تخرب بيدك. انا الخشب ما يخرب بيدي ليش؟ لان الموضوع عادي شو اسمه تنحته وما راح تغلط بيه، اذا تغلط بيه تعدله، هذا تغلط بيه ذب ذب الصابونه ذبها، لان ما تصلح ما تقدر تصلح. فممكن كلش بطيء بالنحت مالتها، واختيار الصابونه ايضا مختلف بعد الخبره اللي انا بيها قمت يعني اعرف الصابونه هاي ممكن تنحت عليها وهذه لا. صابون الحصى اقوى صابون. صابون الحصى مين نحت عليها؟ مين نحت عليها؟ اي يعني للاسف شوف اي يعني صابون الحصى حتى وهذا مين نحت عليه، فاكو صابون يعني ما اقدر اقول يعني يكون اعلانات تمام. اي اكو صابون خاص يعني يكون يعني درجه اولى، لا هذا شوي يكون طري بس ما يتكسر، هذا اللي استخدمه ويكون كبير شوي على مداخل مساحته وراحته بالنحت. حلو زين، ننتقل الى الرسم السينمائي، الاعمال المكياج السينمائي. المكياج السينمائي شنو اعمال اشتغلت المكياج السينمائي؟ مكياج سينمائي هو الفنان لازم يكون الى جانب تسويقي، انا اشوفها جانب تسويقي. لما طبيت قالوا لي يعني اصدقاء قالوا لي طب التيك توك فبي تفاعل، وهاي التيك توك يعني صراحه يعني مو مواضيع لازم تكون مواضيع سريعه وبسرعه يشوفها المتلقي، وبسرعه لازم انت تبين الفكره، صعب تشوف البكسل بالتيك توك وراح يفتهمه وراح يشوفه وياك وهاي. فالمكياج السينمائي خلاني اجيب جمهور يمن اجيب جمهور، خلاني انا هذا الجمهور انا اوجهه، او انا الجمهور هذا انا احب شو اشوفه انا اشوفه. بس المكياج السينمائي خلاني اكثر انتشارا بالتيك توك يعني، فبصفحتي يمن انشر تيك توك يعني انشر المكياج السينمائي، لا يعني يجي يعني 5 ملايين مشاهده 3 ملايين مشاهده. اي لان الشكل يعني غير مطروق، وخاصه اسوي بالطابع البسيط، ما يعني اسوي يعني اخلي العجينه شلون اسوي لها العجينه تكون بالبيت. المكياج السينمائي مالتي 100% بالبيت، ممكن اي واحد يمكن يسوي هالمكياج السينمائي. سلمان حتى اقدر اختم وياك اسالك هذا السؤال حتى ناخذ شويه فرصه اكثر، المكياج السينمائي شفنا لهسه حاليا مسلسلات رمضانيه انطلقت، اكثر شيء انه يحتاجون المكياج السينمائي او رسم المكياج السينمائي، ما صارت لك الفرصه ينزلون عليك وشافوا اعمالك او يستثمروك؟ والله الصراحه تجيني شعور
تجيني عروض، بس هي اصلا يعني كمسلسلات بالعراق وهذه تعرف يعني مو اغلب المسلسلات تكون بالعراق اصلا يعني كل دول الجوار جاي يصير. وثانيا انا وقت ما عندي انا صراحه. عندك شغل ثاني غير هذا الشغل؟ شغل انا اصلا نجار قالب. حلو. يعني انا مو اكادي، مو يعني مو فنيا يعني. فصراحه يعني انا ما حاب ادخل هذا الشيء، لان انا اشوف روحي بالمكياج السينمائي ما اقدم 100% اللي ببالي اللي اريده، فليش ادخل هذا الشيء؟ فانا بالعكس انا مكياج سينمائي يا من جاي اسويه بالبيت. يعني انا هو تشجيع للشباب وتشجيع حتى لو الشخص يكون مو فنان ممكن يسوي مكياج سينمائي، فكله جاي اسويه بعجين وهذا كله جاي اسويه كله بالبيت. حلو. طبعا سلمان كريم رسام سينمائي ونحات، شكرا لك ونورتنا اليوم وابدعك فيها الاعمال، ان شاء الله تكون توفيق والنجاح ان شاء الله لك، ان شاء الله نشوف اعمال افخم من هاي. شكرا حياك الله. الله يخليك. مشاهدينا الكرام اكيد بعدنا مستمرين وياكم بفقراتنا المنوعه، ننتقل وياكم الى الفقره الاخرى وهي فقره مهن. فقرة مهن اليوم ناخذكم الى قيس حسين ميكانيكي سيارات، حيحكي لنا عن المهنة مالته والقصة مالته وشلون بدا. ابقوا وياي. طبعا اشتغل بهاي المهنه اللي هي ميكانيك سيارات تقريبا صار لنا 30 سنه 32 سنه. فاشتغلنا صرفناها طبعا من ابائنا من اخواننا الكبار ولحد هاي اللحظه. فصارت تقريبا عمرنا كان بهذاك الوقت اللي صار تقريبا 12 سنه او 13 سنه. اشتغلنا واستمرنا في هذا الموضوع. طبعا تعرف شغله الميكانيك السيارات هواي بها تفاصيل وهواي بها امور وهواي بها مشاكل تصير لنا. طبعا احنا كان قديم بهذاك الزمان سيارات اللي معروفه صيانتها ومعروفه تصليحها. فتعرف مرور الزمن والوقت والوضع تطور والسيارات تطورت، فواكبنا بهذه الفتره كلها. هاي السيارات اللي صارت هسه الحديثه والتسميات صارت هوايه. قبل سيارات معروفه اسماء قليله كلش زين، هسه كثرة السيارات وكثرة نوعية السيارات والصناعات وبلد انفتح كافة المجالات اللي صارت هسه. فتعرف يصير لنا بعض المشاكل بامور الصيانة بامور التصليح. فتعرف السيارات لما تجيك ما تجيك يعني على فترة مثلا يعني فترة من الزمن، تجيك يعني يقول لك جاية سريعة شلون مثل يقول يعني بلهجتنا الدارجة فوقها. فظلينا نواكب بها السيارات والصيانه والتصليح لما يعني ضبطنا امورها وضبطنا تصليحها زين. فبقينا والحمد لله وشكر على كل حال. اول سياره هي قلت لك بهذاك الوقت اللي السيارات المعروفه كانت اللي سيارات الميكانيك السيارات اليابانيه اللي كانت اللي معروفه بالسوق ذاك فتره الثمانينات زين، السيارات اليابانيه والامريكيه. فقلت لك مرور الوقت اختصينا بسيارات الأمريكية فقط. فتعرف هاي السيارات الأمريكية يراد لها مثلا شلون ما يقول يراد لها واحد مثلا عقله شوية منفتح ويراد لها تركيز أكثر ومشينا في هذا الدرب هذه الأمور والحمد لله والشكر. يوم من الأيام شدينا محرك مسيارة كملناه وحلات في الأصول. فشغلنا يعني اكو قطع بالسياره قطع غيار بالسياره فما شادينها ناسينها اللي هو يسمونه الاويل بمب اللي هو هذا اللي يعني معروف يعرفونه اغلب الناس الاويل بمب. فنباوع قبل ما نشغل فشفنا الاويل بمب موجود على الميز. صراحه تفاجئنا بهاي القطع اللي ما شدها. طبعا هي وهذا بروح السياره بروح المحرك مثل ما يقول. فتفاجأنا بصراحة فظلينا ما نقدر يعني تلافي الأمور لأن أبو السيارة كان موجود. فلما نشوف هالقطعة ما موجودة راح يظل
شك بالامور بين السيارات، فمواقف هوايه، فما اقدر اقول لك هوايه بتفاصيل هوايه. شكرا الى قيس حسين. اليوم مثل ما شفتوا هاي المهنه وحكي عن المهنه مالته وشلون بداها وشلون تطور، هي مهنه ميكانيك السيارات، مو اي واحد يجي ويقول انا ميكانيك سيارات. اليوم لو نلاحظ اليوم اكو هوايه موجودين بالعراق من الجنوب الى الشمال، لكن مرات تروح على شخص اشوفه هو ما يتقن هذا الموضوع، يقول لك انا ميكانيكي، تروح تشتغل هم السياره مالتك بعدين تتورط تشوف يطلع عندك عطل بالسياره. لكن اليوم هاي الموهبه والخبره اللي اكتسبها من ابوه او من جده ورث هذا هاي المهنه وطور نفسه وبدا فتح هذا المشروع مالته وصار الى اسم وصار الى صيت بالشارع العراقي والناس عرفته. فاليوم مهنه الميكانيك السيارات هي من المهن الصعبه، مثل ما تعرفون انه اليوم هاي السياره من تروح انت ووديت سيارته وكان بيها عطل واشتغل لك هذا العطل وبعدين مع الاسف انه ما قدر يصلحه، هاي تنعكس على سمعته وتنعكس على مكانه، فالناس بعد ما راح توصل له ورزقه راح ينقطع. طبعا مشاهدينا الكرام فقره مهن راح تشوفون هوايه مهن عندنا بالعراق، ننتقل وياكم الى الفقره الاخرى، الفقره الرياضيه مع كابتن نوار النعيم، تحدثنا اليوم عن فتح دمبلص للصدر. خلينا نشوف هاي الفقره بعد راجع لكم. مساء الخير احبتي المشاهدين، تحياتي لكم من اورب الجيم السيداكم اخوكم كابتن نوار النعمي، تحياتي للزميلات والزملاء في استوديو برنامج استراحه دايره. اليوم تمرين معقد وما حد ياخذه يمكن بس انا وكم فقط. هو تمرين فتح دمبلز مثنر الصدر اعلى، هذا بس اسمه يراد له جريده. هذا التمرين يشتغل على الداليه الخلفيه راس المثلث، لكن تمرين قديم. بديله هو الفراشه والسحب حبل امام الوجه، لكن يبقى هذا الجهاز بحركته وبميكانيكيته والفيزيائيه مالته هو فريد جدا، يعتبر اقوى من الفراشه، اقوى من السحب حبل رغم بعض الاختلافات، لكن انا اؤمن هذا التمرين جدا ممتاز. شنو مشكلته؟ مشكلته بين ما حد يقدر ياخذه، صعب صعب التكنيك، يعني يشرك زاويه صعبه. خلينا نشوف. أول شيء من تاخذ مصطبة أعلى.
دائما ركز على كتفك الخلفي وحركة ايدك وين؟ مثل ما قلنا بالتطبيق راح تقدر تسوي ايش تمارين تنخذ بيوم الكتف. نصيحتي لكم اخذوها ثالث تمرين او رابع تمرين قبل تمرين السحب الخلفي. ايش تمارين ترهم سوبر سيت كلش ممتازة والبريس دامبلز والبريس ماكي. فانتو كيفكم؟ اني خيار المفضل هو تشغيلها ويا السحب الضيق او فراش العكس. تكرار الافضل 3 في 15 4 في 15 او 3 في 20. كيفكم اذا وزن عالي ما يرهم؟ هذا ما يجي بوزن عالي، ما يجي حطوا 1000 قبضه واحد. تمام، ان شاء الله نكون ما طولنا عليكم. تحياتي لكم تقالي زينب الزملاء في استوديو برنامج سامراء قناة سامراء. شاب بسيطة تبدي بأوزان خفيفة وبعدين ورا فترة احنا دائما نقول حتى الكابتن يقول لك انت تبدي تتعامل ويا الوزن من 3 اشهر الى 4 اشهر تقدر ذاك الوقت حيكون عندك اندفاع وشيل الاوزان الثقيلة. المفروض اليوم يكون عندك الغذاء صحي والبروتين، لكن لا تعتمد انت اليوم على البروتين، خلي يكون غذائك اهم من البروتين. انت اذا التزمت بالغذاء راح تقدر تنزل وزن، راح تقدر تتخلص من الشحوم اللي موجوده والاجهزه اللي موجوده اللي عندك كلها بتقنيه حديثه. هاي التقنيه الحديثه اليوم في ذاك الوقت كانت موجوده القاعات الرياضيه ماكو اجهزه حديثه، لكن هسه تطور الوقت وزمننا تطور، فالمفروض هاي الاجهزه انت تستغلها وتستغل موضوع الكابتن الموجود بالقاعه تروح عليه. من تريد تعتمد على الكورس الرياضي اول حكايه راح يقول لك الكابتن يقول لك ليكون عندك اندفاع حتى في سبيل انت اليوم تروح تشيل اوزان ثقيله. شوف انت بعض من الشباب اللي عندهم عضلات يقول له انا قبل لازم اريد جسمي يصعد وصدري يصعد وذراعي ورجلي، وتبدي تاخذ موضوع الهرمونات او الاوبر، فهذا الشيء اكبر غلط راح ياثر على صحتك وبالذات تمارين الصدر او الرجل او الاكتاف. لتشيل اوزان ذاك الوقت راح تصير عندك اصابه، واذا صارت عندك اصابه مع الاسف الشديد راح تترك هاي اللعبه اللي لعبت كمال اجسام بسبب الاصابه جزء ورا سنه او سنتين، هذاك الوقت يلا راح ترجع الى التمارين او الى الرياضه، وحتى بالكبر ما تبين عليك، على قولة مخرجنا بالكبر تميد عليك، فخلي يكون اكو اهتمام لك بالرياضه وتروح تستشار الكابتن الموجود. ننتقل وياكم الى فقرة مبدعين، اليوم مبدعنا الفنان السعودي راشد الماجد، راشد الماجد اللي ابدع بالاغنية السعودية وكثير من الاغاني اللي لها وصلت ترند بمواقع التواصل الاجتماعي، خلينا نروح نشوف راشد الماجد من بعد راجع لكم.
مشاهدينا الكرام، بعد ما شفنا فقرة مبدعين راح اوضح لكم في الموضوع، انه بعد ما شفنا انه قالوا انه هو سعودي والبعض يقول لك انه هو بحريني، لا هو ولد بالبحرين من اب سعودي من بعدها اتجه الى السعودية، هناك تجنس وصار جنسيته سعودية، واول البوم انطلق اللي هو اغنية مشكلني، هاي الاغنية اللي كلها سمعتها وكلها قامت تغنيها وكلها قامت تسمعها بالسيارات والراديو وحتى التلفاز. طبعا فقرة مبدعين راح تشوفون دائما من المبدعين السعوديين او اللبنانيين او العراقيين وحتى الناحاتين والرسامين والكتباء والادباء. طبعا مشاهدينا الكرام اكيد انتهت حلقتنا اليوم وياكم من برنامجنا، برنامج استراحة الظهيرة، شكرا لكادر البرنامج واكيد من المخرج ومصور ومونتير، والى البث المباشر لكم بالتقديم خطاب القصاب، انتظرونا غدا ان شاء الله بنفس الموعد بفقرات اجمل وضيوف ارقى. الى اللقاء.